بسم الله والله أكبر والسلام على أهل الإسلام وإسماعيل أي مذكور واذكر إسماعيل أي ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام عليهما السلام وإدريس هو الأول الأنبياء قبل سيدنا نوح على ما أعلم عليه السلام وذا الكفل كل من الصابرين كل الأنبياء كلهم بعد ما يوحدهم التوحيد ويوحدهم حسن الرسالة الربانية يوحدهم كذلك الصلاح والصبر، والصبر نصف الإيمان والسلام.